الاستاذ عبد الرازق المواجه السري للتربيه والتعليم. طب المشكله بتاعتنا اصلا بقى لها اكتر من 8 سنين وعصرنا محافظين عدنا. احنا بيوتنا اصلا كلنا جاي لنا جالنا قرارات ازاله، اللي بيوته وقعت واللي منا من فقد اولاده واللي فقد عشه وكل ممتلكاته تحت الانقاض واللي خرج قبل البيت ما يقع بقرارات ازاله، فكلنا متضررين اصلا. فطبعا احنا الحالات الرخيصه والحاجات القهريه. وجي المهندس عبد محمد عبد الظاهر لما عرض ده ان هو يبني لنا وتعاطف معانا وفهم موقفنا وكتب ومضى بروتوكول مع وزاره الاسكان ان هو تبني لنا المساكن دي. المساكن دي مكان الخيم اللي احنا كنا قاعدين فيها. فطبعا لما رحنا وزاره الاسكان وقابلنا الدكتور احمد درويش والمهندس اسامه، قابلناهم في اللي هو مساعد وزير الاسكان في وزاره تبع مجلس الوزراء. رحنا قابلناه قبل ما نستلم الشقه دي، قال ان الشقه دي هتبقى ايجار شهري ب 200 جنيه ويتورث للجيل الاول. فطلبنا ان احنا تبقى تمليك اسوه بالابن. كانت تمليك؟ احنا طلبنا انها تبقى تمليك اسوه بالحالات اللي قبلنا، واستلمت قبلنا دفعتين، استلموا قبلنا وكان تمليك. احنا ما تطبقش علينا الكلام ده. وبعد ما قالوا الايجار 200 جنيه قال لك الايجار 300 جنيه. ده مخالف للوعد اللي احنا توعدنا بيه من الدكتور احمد درويش. مدام اسماء معوض محمود، شكل الشقه اللي هي ضيقه، انا معايا ثلاث اولاد، معايا واحده في اعدادي، معايا خمسه ابتدائي، معايا ثانيه ابتدائي. باباهم ربنا رزقهم، يوم شغال يوم قاعد كده، كان صنايع رخام والرخام بوظ جزء من الرئه وعمل له حساسيه على الصدر، فهو تعبان وانا ما اقدرش. ان انا الحكومه دلوقتي جايبه لنا، انا كنت قاعده في شقه ب 100 جنيه اللي اتجوزت فيها. خضر السيد يوسف السيد، المشكله احنا كنا قاعدين في بيتين عند قرشون، بيتي ولع وقع، بيتي ولع ووقع، جوزي تعبان مريض قلب عيان، وانا محضر الحريق اهو، ده ورق القلب اهو. احنا سبرانين حاجة بنت العروسة اللي كانت هتخش بعد شهرين كلها ولعت على يد الناس، قعدت في الخيم مرمية. طلبوا الألفين جنيه، كانش معايا بينا نستلف وندفعه. الإيجار اتكسر علينا، مبقناش قادرين ندفعه. الوقت بيطالبونا عاملين كل ده كله أواطي، غير كده جايبين لنا 7%. احنا ما تدفش علينا عشان احنا عشوائيات، ما تدفش علينا 7%. بعد ما خلاص السلم يكاد ان هو هيقع بينا والاوض خلاص، الحيطان دي كانت تشرخات فظيعه جدا. والاخر في النهايه الرجاء حرصا على سلامتكم واخرجوا من البيت عشان خاطر ما نقعش عليكم. وبعد ما خلاص بعد ما البيت اتخرب طلع من البيت يا مولانا ما خلقتني، وادوني دور الضيافه قعدوني في خيمه، اقسم بالله كنت بنام على حصيله وبطانيه.